السلام عليكم بنات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو اليوم اللي غادي نناقشوا فيه واحد المساله اللي طالما هضرت عليها انا بعدا بالخصوص، الا وهو الدعم بالمقابل. الدعم بالمقابل وهاد الظاهره اللي كنشوفوا دابا حنايا متفاشيه بزاف في اليوتيوب المغربي بالخصوص. دخلت عملت دور على اليوتيوب الاسباني، عملت دور على اليوتيوب العربي ديال المشرق والناس ديال الخليج والمغرب العربي كذلك، فما جبرتش هاد الشيء هذا وما جبرتش عندهم هاد الضجه بحال اللي نايضه عندنا حنايا مؤخرا. نايضه ضجه كبيره بزاف. المهم هي المساله ماشي جديده البنات، المساله ديال الدعم بالفلوس ماشي جديده، راه كانت من شحال هادي وجاوني اخبارات بلي ان كاينين يوتيوبرزات كبارين كانوا كيشبروا الفلوس ولا زالوا يشبروا الفلوس، بعض منهم باش ما نظلموش الكل فحال ديك اللايف ديال ديك النهار، بعض منهم لان كاينين يوتيوبرزات نزيهات وما شاء الله عليهم واشهد لهم بالنزاهه. المهم هذه الظاهره هذه اللي حنايا كشعب مغربي بعض المرات كتاخذنا رأفه، وكاين اللي عندنا واحد الجانب من الناس كيحللوا بالمنطق وكيحللوا بالعقل وكيعرفوا يفصلوا بين القلب وبين العقل، لان المساله ملي كتكون كتخص صوره مجتمع فما خصناش نفكروا بها بالرحمه، ما خصناش نكونوا فيها متعاطفين اكثر من اللازم اكثر من اللازم. انا غادي نجي نشرح لكم شويه بشويه باش تفهموني. البارح نزلت واحد البوست وقلت لكم الا كنتو كتعرفوا اي واحد، لان ما عنديش في هذه المسائل هذه ما عنديش فيها رمادي، كاين ابيض وكاين اسود ما كاينش رمادي. المهم يا اما الامور تمشي واضحه وضح الشمس ونعرفوا بان المساله راها مشروعه، او لا المساله غير مشروعه وتكون الصوره واضحه باش ما يبقاش عندنا فيها ينوض الطرف يقول لك راه كيشدوا الشوار، انتم عارفين هذا الشيء اللي كاين في المغرب راه حنا يمكن كنشوفوه في اليوتيوب، راه حنا كنشوفوه بصوره مصغره في اليوتيوب. وانا البارح غير عطيتكم بوست وتفاعلتوا معايا فيه، الناس اللي اكيد 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 الناس اللي كتفهم المعنى، ماشي كلشي كيفهم راه للاسف عندنا واحد الفئه كبيره ديال الجهل في المغرب، للاسف ماشي كلشي كيفهم فين ماشي الكلام، ماشي كلشي، ولكن انا فرحانه بهذه الفئه هذه اللي كتفهمني، فهذا يكفيني فقط لا غير. انا غير الا جبرت الناس كيفهموني هذاك هو النهار الكبير عندي انا. المهم البنات، هذه المساله ديال الدعم بالفلوس بالمقابل بغينا نعرفوها واش ايجال ولا ماشي ايجال. كاينين الناس كيقولوا بلي انها مشروعه ومن حقهم لانهم بنوا قناه وخدموا عليها وتعبوا عليها وسهروا عليها ووقفوا قناه وصبحت قناه عندها شن وهمه وعندها الوزن ديالها. ياك هاد القناه هادي كتعمل كلشي في المشروع ياك، الا كانوا دي كولابوراسيون كتقول لك هذا كولابوراسيون مع فلان مع الشركه الفلان فلانيه ولا مع فلان فلانيه ولا مع اليوتيوبر الفلان فلانيه، المهم كيقولوا كولابوراسيون ومفروض عليهم يقولوا لا كولابوراسيون، يعني انهم من الشروط ديال ديك الشركه عليهم اولا في اليوتيوب خصهم ينطقوا بان ايه راه هذه كولابوراسيون ولا تعاون مع هاد الشركه. فحنا اللي كنشوفوا هنايا مؤخرا قال لك راه كانوا يوتيوبرزات وقفوها، وانا بغيت اللي عنده شي بروف على شي يوتيوبرز من دابا فوق طلب الفلوس يتصل بيا في الانستغرام ديالي وغادي نعطيه الرقم الخاص ديالي ويعطيني التسجيل، اللي عنده شي تسجيل يعطيه لي من هذه الناحيه هذه، انا ما كنبغيش نفضح ولكن من هذه الناحيه هذه غادي نفضح. علاش؟ لان نتوما كتقولوا كتعملوا لي كولابوراسيون ياك، لي كولابوراسيون مع الشركات مع كتعاونوا مع ناس باش كتبريزونتيو البرودوي ديالو المنتوج ديالو، فاذا كتجي قناه صغيره عندها هي واحد البرودوي ديالها ولا عندها واحد البروجي ديالها باغيه تبريزونتي حتى هي باغيه تعمل معاك كولابوراسيون انت ايتها القناه الكبيره، فانت كتجي في الخفاء كتطلب منها 2000 درهم ولا يعلم الله شحال كتطلب منها ولا 80 اورو ولا 100 اورو، المهم سوقك هذاك. انت ملي كتطلب منها كطلع كتبينها لنا على اساس انه انت داير الخير، انت مالك انت داير الخير ووريتي لنا هذه القناه هذه، علاش ما وريتيناش الطريقه باش انت بريزونتيتي لينا اولا دعمتي هذه القناه، ما هو المقابل؟ انت المهم بنتي لينا غير في صوره مالك،
خليتي ناس من موراك كيحماقوا. وشوف فلانه كيفاش دارت ليها ودعمتها، وعلاش انا ما دعمنيش؟ كيبقاو الناس كتحرج، الناس كتقول لك مادام دعمتي هذيك فلانه والقلب ديالها ماشي شي حاجه ودعمتيها، انا داعمين. فمنين كنمشيو حنايا اللي على سجيتنا على البراءه ما عارفين والو، كنمشيو كنطلبوا منكم الدعم كترفضوا. فحنا حنا هنايا الضحايا، فنحن هنا الضحايا، نحن هنا الضحايا، لان نحن ما عارفينكمش الطريقه اللي كتخدموا بها. الا كانت الطريقه مشروعه خصكم تخرجوا ديروا لنا فيديوهات، انتم صاحبات القنوات الكبيره ديروا لنا فيديوهات وتقولوا لنا راه انا قناه فلان فلانيه كندير الدعم ب 2000 درهم للقناه الصغيره. اي قناه صغيره عندها 2000 درهم عندها محتوى باغي ندعمها، عندها محتوى ولا ما عندهاش محتوى، لانكم كتدعموا سخط الكحل. لانني كنشوف شي قنوات لا محل لها من الاعراب او لا في الصرف والتحويل، ما عندهاش الحل هي كاع، شي قنوات لا حول ولا قوه وكتدعمهم. فكيبقى فينا الحل حنايا كنشوفوا كاينين قنوات تستاهل، ما نقدرش على راسي نقدر نكون انا ما كنستاهلش، كنشوف قنوات بانهم كيكونوا كيستاهلوا كيطلبوا الدعم، ولكن مساكن ما عارفينش الطريقه، ما عارفينكمش بانكم كتخلصوا. فاذا كنتوا كتخلصوا انا غنعطيكم واحد الحل مشروع وايكال، يعني الحاجه اللي كتكون ايكال للبنات دائما كنديروها في النور ياك. وكتشوف الانسان اللي كيشرب ولا اللي كيكمي ولا اللي كيدير الفساد ولا اللي كيدير الدعاره ولا اللي كيدير اي حاجه مخله بالحياء واللي مخله بالقواعد الاجتماعيه ولا الدينيه ولا التقاليد ديالنا ولا اي حاجه كتكون خارجه على نطاق المشروع كنديروها دائما في الخفاء. فانا اللي استنتجت من هذا الدعم هذا اللي كتدعموه ب 2000 درهم او لا بكثر ولا بقل ولا باش ما بغى يكون يعني مقابل مادي ولا اللي كان ولا هديه ولا عطيني هديه، كاين اللي كيشرط هديه وانا عتبي 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 على الناس اللي كيطلبوا الفلوس. واخا انا غادي نعطيكم الطريقه اللي هي ايكال. الا كنتو كتدعموا وانتوما كتقولوا هذاك مجهودنا حنا درنا قناه وقناتنا كبرت من حقنا ندعموا بالفلوس، فانتوما الا كتشوفوها ايكال خرجوا ديري لنا فيديوهات اولا كتبوها لنا في ديك صندوق الوصف اللي فرعتونا به، ديك صندوق الوصف اللي فرعتونا به الراس اللي كتوصفوا فيه كل شيء، وصفوا لنا بانكم قنوات كتدعم بالفلوس، كتبوها لنا تما باش حنا نهاودو نيشان. شوف عملوا فحال الغربي اما جلسوا، لان هذا اختراع غربي، حنا ماشي اختراع الغربي، حنا غادي ندخلوا فيه حنا التقاليد الخنزه ديالنا وديك دهن السيريسي وديك باك صاحبي وهكشد باش تشرب قهيوه وزيد وزيد من هذه الامثال هذه، يعني كلها ترمز الى الرشوه، الى الرشوه يعني دهان السيريسي، فهمتوني؟ فاذا كانت المساله عندكم نتوما في النظر ديالكم بلي انها ايكال وانتوما ما كتعملوش شي حاجه مخله بالتقاليد ديالنا ولا مخله بقانون اليوتيوب ولا مخله يعني بالاخلاق ديالنا كمسلمين ككذا ككذا كنقولوا نحن مسلمين يعني، فانتوما كتشوفوها ايكال، كتشوفوها مشروعه، كتشوفوا هذاك مجهودكم الخاص، نتوما بنيتوا قنوات كبيره ودابا غادي تدعموا القنوات الصغيره بواحد المقدار ديال المال، خصكم توضحوا لنا الامور، وضحوا لنا الامور راه حنا تلفنا باش ما نبقاوش نهاجموكم. انا كنحترم الانسان اللي كيخرج فيا السباع، قول له كن سباع وكلني، الا كنتي سباع انا جيني غير قود، ماشي نتوما كديروا واحد الحاجه كتعرفوها بلي انها مخيله، مخيلة بالتقاليد الاجتماعية ديالنا ولا مخيلة بالقانون ديال اليوتيوب ولا ما عارفين نتوما اصلا ما عارفينهاش واش ايكال ولا ماشي ايكال، وكديروها في الخفاء وكتمارسوها في الخفاء وكتشدوا الفلوس وكتدعموا القنوات. حنا كنبقاو متلوفين، عندنا نزاعات صراعات، علاش دعموا هذيك وما دعمونيش انا قنوات كلشي، وراه اغلبية المتتبعين ديالكم راه قنوات صغيرة لانكم نتوما حفزتوهم انهم يكونوا في واحد النهار يوتيوبرز، فانتوما عطيتوهم صورة الملك وانتوما لستم بملك. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. ما اجمل الوضوح. حنا ما كنقول لكمش تعاودوا لنا مصارنكم، حنا ما كنقول لكمش تعاودوا لنا مشاكلكم، حنا ما كنقول لكمش دخلونا لحياتكم الخاصه وعاودوا لنا بزاف المسائل، ولكن غير كونوا معنا واضحين في هذا الدومين هذا، غير كونوا معنا واضحين. شحال من حاجه في هذا الدومين هذا ما كتعطيونا عليها حتى شي استفسار حتى شي معلومه، كتمشيو كتدخلوا لنا حياتكم اللي هي ما كتخصناش باش تجذبونا بها. فانتما من هذه الناحيه ديال اليوتيوب ما كتعطيونا حتى شي تفسير
ولا حتى شي معلومه اللي غادي تفيد المتتبع. فانتوما كتقولوا لنا غير اللي بغيتو نتوما، كتحكيو لنا غير اللي بغيتو نتوما. فهاد الناحيه هذه ديال الدعم 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 كونوا واضحين، هالعار غير كونوا واضحين، لان راه كلشي بدا كيعمل ما بداله، كلشي باغي يدير ما بداله. صافي نعملوا واحد الحاجه اللي هي راقيه، نكون نعبروا على هذا الشعب هذا بانه راقي. حنا ما كنشوفوا الرقي هنا في حتى شي حاجه، لا في التعامل، لا في اعطاء المعلومه ولا النصح، لا في استعطاف المشاهدين، لا في حتى شي حاجه. من جميع النواحي حنايا زعما كنبقاو دائما في ادنى مستوى، دائما مستوى منحط، يعني ما عندناش الطرق اللي هي راقيه، ما عندكمش طرق راقيه. شوف انا ما كنعتبش على الناس اللي غادي يدعموا بالفلوس، ولكن غير تكون عندكم واحد الطريقه مشروعه. كنتمنى تفهموني، لانني انا في شكل طريقتي في الهضره ما كنعرفش واش كتوصل لكم ولا ما كتوصل لكمش، لان تفكيري ما عرفتش واش كيوافق التفكير ديالكم، لان هذا تفكيري الخاص. انا كنقول اللي بغى يدعم يدعم، يعني مثلا بالفلوس، كنتو كدعموا بالفلوس وكتقولوا نتوما داك مجهودكم الخاص، غادي نعاودو نمشي معكم بالخشيبات، فا اوكي غير خرجوا ديروا لينا فيديو باش حنا نعرفوا هاد القنوات هادو اللي كيدعموا بالفلوس. فديك الساعه العيب والعار علينا حنا الا جينا عايرناكم، ها غادي نقولوا هذا كولابوراسيون، هذا غتخرج تعمل نهار اللي غتبغي تبريزونتي مثلا ديك القناه غادي تطلع على فيديو، وغتكون المسائل ايكال، وغادي تكون المسائل مشى في الابيض، ما تكونش مشى في النواغ، لان الحاجه في النواغ دائما كنبغيو ننبشوا ونعرفوها. فهمتوني؟ دائما خصنا نعرفوا علاش، شنو كاين، شنو من وراها، خصنا نعرفوا. ودائما كتقوى عليها الالسن، دائما كيكثر عليها اللغه. فانتوما الا كنتو كدعموا بالفلوس غادي تخرجوا غتقولوا ايه انا كندعم بالفلوس لان هذا مجهودي الخاص، وغتعطينا غتعمل فيديو اليغونت. شوف الكوميرس راه شي حاجه عاديه في امريكا وفي اوروبا، راه طالعين غير بالكوميرس، ولكن اليغونت لا ايليغونس هما اللي هي اللي كتحكم، هي اللي كتخلي، يعني واخا تكون كتعمل شي حاجه ماشي تلهي، ولكن قدمه غير بواحد الرقي، قدمه بواحد الرقي، هي غتصبح ايكال. لان بزاف الحاجه كنشوفوها حنايا ماشي ايكال، ولكن بحكم البريزونطاسيون ديالها وكتخرج كتواجه الناس وكتقول اه انا كندعم القنوات ب 2000 درهم للدعم للقناه الوحده، نطلعوا معايا في فيديو، غادي ننزلوا مقطع من الفيديو ديالو، شاء من شاء وكره من كره، هذاك مجهودي انا وهذيك قناتي انا اللي خدمت عليها باش انا غادي نجي بريزونتي فيها قناه اخرى ومتتبعيا نفرض عليهم انهم يدعموها، فانا كنطلب قد قد وهذاك من حقي. ديك الساعه حنايا غادي نعرفوا شنو كاين الفئه اللي باغيه الدعم، غادي تمشي عندك. نهار اللي غتجرأ انها تطلب منك الدعم، اولا غتقول واش في جيبي 2000 درهم. نهار اللي غتكون في جيبي 2000 درهم انا غادي نمشي عند فلان فلانيه تدعمني، هكذا بنادم غادي يطيح الارض شويه، هكذا بنادم غادي ينزل الارض. كاين الدعم الاخر اللي هو الدعم المجاني التلقائي العفوي اللي كيجي محبه لله في سبيل الله، هذا كيجي محبه لله في سبيل الله، ولكن خصكم تعملوا التغربيل، خصو يكون تما التغربيل. قناه اللي كتشوفوها خدمت سنوات وباقي الناس ما عرفوهاش، ماشي مشكلتها، يقدر يكون مشكل في اليوتيوب ما كيلونسيهاش ولا شي حاجه. فهذاك واحد الدعم كيكون تطوعي انساني، مره ديروا ديك الدعم الانساني، هذه غادي نطلعها غراتويتمون غادي، لان شتا خدمت على قناتها، كيعملوها بزاف ديال الناس في العالم العربي كامل وفي اوروبا، كيدعموا واحد القناه اللي مسكينه مازال ما وصلتش، ما عرفوهاش الناس، خدمت على راسها، كافحت بجميع الطرق، غادي نعملوا حنا يدنا معاها ويد الله مع الجماعه. فما كاين ما سهل من هذا الشيء هذا كامل باش نشدوا علينا الافوام، نشدوا علينا اللغه اللي كيجي من كل حيث وليت. هذه نقطه. اما هذا الدعم اللي كنشوفه انا عشوائيا مؤخرا بين هذه الفئه الناس البديه، ما بغيتش نقول سميتها، واحد الام بدويه، انا هذاك ضده تماما، لان كنشوف تما غير العشوائيات تدعم. فانتوما كتردونا لواحد الزمن كتبريزونطيو المغرب بواحد الزمن ديال الجاهليه، واحد الزمن ديال البربار، واحد الزمن ديال ما فهمتش، واحد الزمن ديال حكم الجهل، حكم الجهل. عطيتها دمليج، عطاتني تيشيرت، لا عطيتها 2000 درهم، 4000 ريال، 40000، ما عرفت شحال، ما دارتليش، ما فعلتليش، وديك الجهل وديك الكلاخ.
شوف ملي دخل واحد الدومين دابا اليوتيوب تبلد، دابا اليوتيوب تقرون، دابا اليوتيوب رجع بلدي قراوي رجع ما فهمناش دابا اليوتيوب شنو هو. دابا الاسم ديال اليوتيوبرز كتجبروا عند واحد الانسان ما كيستاهل شنو هي كلمه يوتيوب، ما كيفهمهاش يوتيوبرز، ما فهمتش انا ما فهمتش اليوتيوب كيفاش ولا. ما اذا تولى الامر لغير اهله فانتظروا الساعه هي هذه. فانا كنشوف اليوتيوب لانه تاع شواء. دابا هذه هي الصوره اللي كيعطيونا هاد الناس الباديه على الصوره ديال المغرب. انا ما كيشرفنيش اخوتي، والله ما كيشرفني البيع والشراء التسمصير انا ما فهمت والو. انا ضد هاد السيده هذه اللي كتدعم بالفلوس ودايره روباله، خصها توقف. سيده امي البدويه خصك توقف الدعم، هذه يعني يبغيوني جمهورها ولا يكرهوني، خصها توقف الدعم. مو سيده كتخدم على راسها من هاد الناحيه، خليوها تخدم على راسها اوكي ما تهرسوهاش، ولكن من هاد الناحيه ديال الدعم اللي وقعت فيه البلبله والعشوائيه خصها توقف. خصنا نقولها ستوبي ستوب مي البدويه ستوب، وقفي الدعم الله يجازيك بخير، ها حجر العافيه بحال اللي كيقولوا، ها حجر العافيه وقفي داك الدعم لانه ناضت بلباله ولانه كتعطي واحد ليماج علينا خايبه ونحن لسنا كذلك وانا لا يشرفني هذا وبزاف د المسائل. ها العار السيده البدويه توقف هذا الدعم العشوائي، ما كاين لا بنت اختي ولا جاك منهم غير المصائب لوح الزبل، ما كاينش هذا الدعم وهذا الشتله وهذا الدمليج وهذا ما كاينش. خرج في قناتك سيدتي البدويه، خرج في قناتك قول انا كندعم ب 40000 ريال، صح ولا البنات ما كعرفش الريال، كنعرف الدرهم والفرنك. 40000 ريال هي 2000 درهم كنظن ياك. خرج اكتبيها تما في صندوق الوصف ديالك اولا ديري فيديو البنات انا كندعم في القناه ديالي ب 40000 ريال، اللي بغى هو هذاك واللي ما بغاش هو هذاك. وعندي شرط انني نطلعكم معايا فيديو مره واحده، جابت المساله جابت، ما جابتش ما تعرفيني ما نعرفك. قننوا عباد الله هاد اليوتيوب، راكم ماشيين غير في العشوائيات. واش العشوائيه اللي خليناها في المغرب دابا كتجيو تلوحوها علينا في اليوتيوب؟ حنا هربنا من العشوائي، جينا جبرناكم خرجينا في الوجوه ديالنا، فما يمكنش ما نهضروش، راه كتبقى عندنا الدم مغربي يا عباد الله. ما يمكنش ما يمكنش انا نشوفو تقمعني ما نهضرش، ما يمكنش نطرطق الا ما هضرتش انا وما هضرش واحد اخر. شوف انا كنستثني العاطفه، انا ما كنهضرش بالعاطفه، المساله اللي كتكون كتخص المجتمع ولا كتخص الراي العام ولا كتخص مجتمعي كأنا كصورتي انا كمغربيه، انا ما كنخدمش فيها قلبي، انا هكذا انا هك ما فيش يما ارحميني، ما عنديش ما كنعرفاش، لان واحد المساله اللي كتكون مشينه بواحد المجتمع ما كنبغيش انا نخدم فيها العاطفه ابدا ابدا، كنخدم فيها عقلي. يعني دير هكذا، كنحاول ما امكن ما نظلمش، يعني دير هكذا، دير لا لوجيك، دير واحد الحاجه اللي غادي تسلكك المعقول. المعقول اللي كتشوفها يقدر انت ما شتيهاش، انا كنبغي نقولها لك مثلا، انا ماشي ملاك، انا غير كنشوف الحاجه كيف ما هي منطقيه، ما كنخدمش قلبي. انا ما غتاخذنيش العاطفه على هذه السيده هذه اللي كتقولوا انتم بدويه مي البدويه، راهي خدامه، راهي كتشد فليسات، راهي عندها المدخول ديالها، فلا داعي للجشع اللي كيكون ساكن في الداخل ديالنا اننا نعملو بديك الجشع اللي فينا، يعني نتمادوا، يعني نعطيو فرصه لديك الجشع اللي فينا انه يتكلم عننا. فلا داعي لا داعي مي البدويه انك ديري هذا الشيء كامل، بغيتي تقنن ما تفهمش هي الكلام ديالي، كنتمنى شي واحد يشرحه لها. فإلا بغات هي تقنن القناه ديالها تخرج دير فيديو شرحوا ليها، اللي كيعرفوها يشرحوا ليها، تخرج دير فيديو تقول انا كان حنا نحترموها هنا، غادي نحترموها لان اي واحد تعب على شي حاجه وكيبغي يعمل كولابوراسيون عنده شروط، فاذا ديك الساعه ما غادي يبغي يجي يطلب الدعم غير اللي غيكون عارف بلي ان جيبو فيها اكثر من 2000 درهم، فهمتوني؟ فاللي غادي يبغي الدعم يمشي ويقول لي انا عندي 2000 درهم جيبي، انا غادي نمشي عندك السيده وغادي نقصدها بلا هاد البلبله وبلا هاد التخربيط كامل وهاد التخلويط كامل، بلا هاد الزبل كامل، صافي. ها العار اليوتيوب واحد المساله مجه من اوروبا، عندها قوانينها وكلشي كيخدم بقانون، ولا الاوروبيين ولا الامريكيين ولا 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 الناس ديال المشرق ولا كلشي. كنشوفوا المصريين كيفاش كيتعاونوا مع بعضياتهم، الجزائريين كيفاش كيتعاونوا مع بعضياتهم، الا حنايا شعب المرقه في الخبز، الا حنا. وكتقولوا علاش كنهضروا على المغاربه؟ شوف راه الشعب اللي كيجبد العيوب ديال بلادو هذاك هو الشعب اللي كيكون كيبغي بلادو،
كيكون باغي حسنا، باغي شي حاجه للقدام، ماشي حنا نبقاو ساكتين فحال داك الشيء ديال الايامات ديال الاستعمار والايامات ديال المقاومه. والدينا كانوا خوفانين، لا ما تقولش هيداك لك ستو، لا لا غادي يسمعونا دخلنا للحبس غيفعلوا لنا. لا مادام كنهضروا على واحد المشكل والا خصنا يتصلح، الا وخصنا الاحسن، ماشي كنهضروا فيه لاننا حنايا ماشي وطنيين ولا حنايا ما عندناش شي نفس ديال المغاربه في دمنا ولا في عروقنا. لا حنا مادام هضرنا على واحد المساله الا وخصنا نشوفوها حسن، خصنا نشوفوها راقيه. فاليوتيوب كلشي كيعمل بالرقي في اليوتيوب، الا حنايا غتجي عندنا وغادي نمشيو للبوادي نشوفوا حنايا هذا التعامل العشوائي. وهذه هي الصوره اللي كتقولوا كيتفرجوا فيها الناس من الخليج، الناس جينا شي واحد يتشقر معايا شي نهار يتلاقى معايا بارازا، اوي كتعجبونا انتم المغاربه، كنشوفوكم كنشوفوكم من خلال السيده البدويه اللي كدا هادي ولا داكشي ولا اخ على مستوى انتم هما اللي من داك ما عرفت شنو ما عرفت شنو. هذه ماشي صوره، هذه ماشي صوره. انا ما نبغيش انني نتجمع في خانه مع هاد الناس بحال هكذا. يا اما ديروا قانونكم وعرفوا اش كديروا، يا اما خدموا خدمتكم وسكتوا وبركوا من هاد البلبله والتسجيلات. ضربوا الطم، نتوما خدموا زيازن، هضروا عي في القناه، ما تهضروش نتوما مع الناس. الا شوف اذا تولى الامر لغير اهله هي هذيك فانتظروا الساعه. اللي ما قدش على شي بحال راسي هذه ما يعومش فيه، وما تبقاش تقولي لان القانون لا يحمي المغفلين. ما تبقاش تقولي راه سيده جهله، الى جهله ولا عندها شي خلل عقلي ولا شي حاجه ما خصهاش تكون فواحد المنبر اللي هو اعلامي واللي هو واحد الساحه اللي كبيره. وهذه خصها يقننوا هذا الجبر اللي يوقف معاها، اللي يرشد، اللي يقول لها لا هذه ديريها وهذه ما ديريهاش. وانا من هنايا كنعطي كلمتي واخا تكون قاصحه وبزاف ما غيفهمونيش، انا ماشي ضدها، انا معها انها تخدم على راسها، ولكن انا ضدها في هاد العشوائيات اللي خلقتنا. الدعم دعم دعم جلابه دم لي الشتله، ما عرفت شنو عطيتها 2000، عطيتها ما عرفت شنو، ديتها كلات، ديتها ما عرفت شنو، عرضتها تاكل. واش هاد العشوائيات هاد؟ واش هاد الشيء هذا؟ انا والله العظيم حتى كيطلع لي الدم، بالله العلي العظيم. واش حنا تنهاد الدرجه؟ واش حنا تنهاد الدرجه؟ واما عملوا الامور ديالكم ايكال، يا اما خليوها، يا اما عملوا الامور كيف ما خصها تعمل وبشويه الرقي حتى الا ما كنتوش كتعرفوا تعلموا، يا اما خليوها. هاد الشيء اللي بغيت نقول انا. صافي كنتمنى ان الرساله ديالي تكون وصلت وفهمتوني، لانني شويش مخضرمه ما فهمتش، يقدر بزاف منكم يفهموني وبزاف ما يفهمونيش. انا هكذا، قولوا لي كتفلسف، قولوا لي فيلسوفه، قولوا لي اللي بغيتو، المهم انا هذا هو تفكيري. اللي ما قدش على شي بحر ما يعومش فيه، والامور خصها تكون مقننه ومبارك علينا من ديك العشوائيات ديال المغرب. حنا خلينا المحسوبيه، وكان هجموا المحسوبيه في المغرب والرشوه، وخرجوا لنا ارقام كيهاجموا المحسوبيه والرشوه وباك صاحبي وداك الشيء، ولكن حنا باقيين كنشوفوها على ارض الواقع. دابا نتوما تصوروا راسكم نتوما حكام يا اليوتيوبرزات، شنو غديروا في العالم؟ الاضطهاد، ديكتاتوريه، غتخلقوا لنا دابا نتوما هادشي اللي ماشيين به. خليوا الامور تمشي بنزاهه، رقاو شويش بالفكر ديالكم وبالتفكير ديالكم وبالتعامل ديالكم، رقاو شويش. راه ألف 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 شنو كيقولها؟ ألف تفكيره وتفكيره ولا ضربه بالمقص، عرفوا شنو كديروا. راكو كان عليا انا وحده من الناس اللي كنت بغيت نخدم المهارات ديالي في شي حاجه سيئه، كون هذه راني ربحت هذه عام ونص قبل افون، فهمتوني؟ الله يرضي عليكم، لا يصح الا الصحيح. مشيو الامور بالعقلانيه ديالكم، مشيو الامور بالمنطق، تقدموا شويه الرقي، شويه تعلموا منا شويه. حتى اللي ما كيعرفش يسول ما تبقاوش غير درموا وتزيدوا تقولوا انا طحت انا ما عرفتش شنو، راه الجهل ويه القانون لا يحمي المغفلين في الاخير، ما لا يصح الا الصحيح. المهم سمحوا لي طولت عليكم، كنتمنى ان الكلمه ديالي تكون مفهومه والميساج ديالي يكون مفهوم. خليتكم على خير، بسلام عليكم وباي باي، حتى فيديو اخر ان شاء الله.